أزمة تعقب أخرى، رغم التقدم في العلاقات بين العراق والكويت وأجواء التقارب التي تخفي أزمات مؤجلة تطفو على السطح بين الحين والآخر. توتر مزمن في العلاقات بسبب الخلاف حول الموانئ المطلة على الخليج، والأزمة تجددت بعد بناء الكويت منصة بحرية فوق منطقة فشت العيج الواقعة في المياه الإقليمية المشتركة من دون إخطار العراق، ما دفع الأخير إلى مطالبة مجلس الأمن بتفسير الموقع الحدودي الذي يقع خلف الدعامة 162، فيما تعدها الكويت جزيرة بمياهها الإقليمية، مستغربة مذكرة الاحتجاج المقدمة ضدها. العراق يقول هاي منصة، وعندما تكون منصة ضمن الدعامات الحدودية فيجب أن يكون هناك تشاور بين الطرفين من أجل استخدام كل ما يمكن نسميه بالثروات الطبيعية، عمليات إقامة الموانئ وغيرها. أما أن تتحول تدريجيا إلى منشآت وتعتبرها الدولة الكويت، تعتبر الكويت أنها جزيرة، بالتالي يخدح بسيادة العراق ويخدح بعملية الإقامة وتطوير العلاقات بين العراق والكويت. الخارجية العراقية اتهمت الكويت باتباع سياسة فرض الأمر الواقع من خلال إحداث تغييرات جغرافية في الحدود البحرية، مؤكدة أن ترسيم الحدود من قبل طرف واحد في مناطق لم يتفق عليها الطرفان يعد فعلا باطلا بموجب أحكام القانون الدولي، ولن يسهم في التوصل إلى ترسيم نهائي للحدود البحرية. الأزمة العراقية الكويتية تنامت بعد الكثير من الأزمات وبعد إخفاء الأزمة وتأجيلها، وأعتقد بأنه إبقاء الأزمات معلقة دون أن تحصل حالة تصغير الأزمات أو إنهاء الأزمات، هذا يعني بأنه هناك مشاكل كبيرة في المستقبل. مظاهر توتر العلاقات واضحة، وهي نتاج عديد من القضايا العالقة بين البلدين، يؤكد سياسيون، دعينا إلى التقاء الطرفين على طاولة الحوار تجنباً لحدوث أزمة جديدة في المستقبل القريب.